تتسع خارطة الإصابة بفيروس كورونا، ومعها تغيب مراكز العزل ودور الجهات المختصة. فهل أثر الصراع السياسي على مكافحة كورونا؟ هل يمكن لأصحاب القرار أن يتحملوا مسؤولية شعب يوشك على مواجهة أخطر معاركه الوجودية؟ أهلا بكم. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعتقد أن فيروس كورونا المستجد يتفشى في اليمن على نطاق مجتمعي. يأتي ذلك بعد تصريحات من أكثر من مصدر عن انتشار حالات إصابة كثيرة بكورونا وأمراض تتشابه أعراضها مع كورونا بعدن وعدد من المحافظات اليمنية. إلى جانب ذلك، هناك توافق من جميع السلطات القائمة في البلاد، إذ تتفق جميعها على إخفاء عدد الحالات المصابة، وتشترك جميعها في القصور بتوفير الإمكانيات منها التحليل والفحص الطبي وغياب مراكز العزل، فيما تتسع مخاطر انتشار الفيروس نتيجة الفحص والكشف المتأخر على المصابين الذين عادة ما يتم فحصهم بعد الوفاة. وفوق هذا، لا يخلو الأمر من تأثير الصراع السياسي بعدن على الوضع الصحي، خصوصا بعد ارتفاع الأصوات التي تشكو من محاولات لتعطيل المحاجر الصحية والأجهزة الطبية نتيجة مماحكات سياسية وتحويل هذا الأمر إلى الصراع السياسي، متغافلين الخطر المحدق بالبلاد. صمت وانتشار يقابل الانتشار الواسع لفيروس كورونا في اليمن بالتوازي مع تعطيل لمراكز العزل في غياب دور الجهات المختصة. يشكو الأطباء في عدن من تعطيل مركز الأمل الذي كان مخصصاً لاستقبال حالات العزل الصحي للمصابين بالوباء، ويحملون مختلف السلطات المسؤولية سواء كانت شرعية أو غير شرعية. في صنعاء، قال طبيب بأحد أكبر المستشفيات الخاصة في منشور له على الفيسبوك إن الوضع قد خرج عن السيطرة، وهو أمر سبقته تحذيرات متوالية من المنظمات الأممية العاملة في اليمن. تتفق كل السلطات الحاكمة في البلاد على تعمد إخفاء الحقيقة ومغالطة المجتمع الذي يوشك أن يصحو على كارثة لا يمكن احتمالها. ووسط تهالك النظام الصحي وعجزه، فإن عددا كبيرا من اليمنيين معرضون للخطر. وسط كل هذا، تنتج منظمات دولية فيديوهات توعوية موجهة للشعب اليمني ولكن باللغة الإنجليزية، مع إدراكها بأن أقل من 1% من اليمنيين يتحدثون الإنجليزية. وحتى اليوم اعترف الحوثيون بحالة وفاة واحدة، وبقيت الحالات المعترف بها في عدن في وضع يبدو تحت السيطرة، ولم تظهر حالات في مناطق مزدحمة بالسكان مثل الحديدة وإب ومأرب وغيرها من المحافظات التي تشكو حتى من عدم امتلاك جهاز فحص واحد من الأجهزة التي قالت منظمة الصحة العالمية إنها وفرتها. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور عبد الرقيب محرز، مدير عام الخدمات الطبية والعلاجية بديوان وزارة الصحة، عبر الأقمار الاصطناعية كما قلت من عدن. كما سينضم معنا عبر السكايب الدكتور محمد البعداني، طالب الدراسات العليا في جامعة باري إيطاليا، وكذلك الدكتور عبد القادر الجنيد، الطبيب، عبر سكايب من كندا. فأهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، وأهلا بكم مشاهدينا. أبدأ معك دكتور عبد الرقيب، بداية مساء الخير. إذن إلى أن يجهز معنا الدكتور عبد الرقيب، هل الدكتور محمد البعداني؟ الدكتور عبد القادر، مساء الخير دكتور عبد القادر. مساء النور والعافية آسيا. أهلا بك دكتور، ورمضان كريم مؤخرا. وأود منك بداية دكتور أن تحدثنا عن هذا الفيروس، عما يتميز عن غيره من الفيروسات حتى يكون مرعبا للعالم بهذا الشكل. بالنسبة لي شخصياً، أكثر ما يرعبني فيه هو أن الشخص ممكن أن يكون بصحة جيدة وبأعراض وبدون أعراض على الإطلاق، ولكنه مصاب بالفيروس ويتحرك بين الناس وينقله لأهله، لأبنائه، لزوجته، لأطفاله، لجيرانه، للسوق، في كل نشاط، في المائدة، في الوليمة، في المقيل، في السيارة الدباب، في كل مكان يمشي طريق وينقله. بالنسبة للسارس، الوباء الذي كان قبل عدة سنوات،
كانت درجة الحرارة مرتفعة من أول يوم، وكانوا يصطادوهم من المطارات ويعزلوهم على جنب. هذه من الأشياء اللي ساعدت في التحكم وترويض سارس مقارنة بفيروس كورونا. نعم. طيب، يعني أن يظل كامل لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع في جسم الشخص الذي يتنقل كما قلت في أكثر من مكان، وخاصة في اليمن مع رمضان والعلاقات الاجتماعية والإفطار الجماعي والزيارات وصلاة التراويح وما إلى ذلك من طقوس رمضانية معروفة، يعني ما هي التدابير التي يجب على اليمنيين الأخذ بها يعني لمكافحة هذا الفيروس الكامن؟ في أشياء على الناس أنفسهم، وهي قد هي منشورة في كل مكان. أول شيء، الفيروس هو ممكن ينتقل من الشخص حتى عن طريق الكلام. أثناء الكلام يطلع رذاذ، وأثناء التنفس، وممكن أثناء العطس أو السعال، بس هو ما ينتقلش لأكثر من مترين. فالتباعد الاجتماعي في هذه الحالة مهم جدا جدا، يعني ما تحاولش تكون مقترب أو متلاصق مع الآخرين، طبعا في الأسواق، في المصافحة، في الزيارات، في المعانقات، في الأحضان، في الموالد، في مناسبة الولادة، في الأعراس، في العزاء، في كل هذه الأشياء بيحصل فيه بتلاصق، هذا يجب أن لا يتم. الشيء الخطير جدا جدا في الثاني في كورونا، أنه بعد أن يخرج بالرذاذ عن طريق الفم يبقى على السطح، مش بس عالق في الهواء. الأسطح أكثر خطورة من الهواء مقارنة بالإنفلونزا. بعدين يجلس على السطح 9 أيام، يعني لو كان السطح صلب حديد أو زجاج أو بلاستيك يجلس 9 أيام، وأي واحد ممكن يمر. فالعدو أو المنطقة الخطر رقم واحد، أنا بعمل أصابعك هي نقطة الخطر، تلمس أي سطح وهو جالس هناك الفيروس مراعي ومنتظر لمن يلمسه لمدة 9 أيام. وبعدين إحنا طبيعياً يعجبنا نمسح وجهنا، ويعجبنا نفرك عيننا، وبعضنا يعجبهم يدخل إصبعه في أنفه أو في فمه مع الاعتذار. هذا بعد كذا خلاص يدخل الفيروس إلى الجسم ويظل هناك. بقي حاجة مهمة هسه أشتيك تعرفيها، كل شخص من هذول اللي أصابعه دخلت الفيروس إلى داخل جسمه، هو بيعد رقم مهم جدا جدا، هذه مهمة جدا الجماهير تعرفها، على حسب البلد وعلى حسب العادات الاجتماعية. بس في بلد متباعد نسبيا في أوروبي أو أمريكي بينقل 2.5 شخص، يعني 1000 شخص ينقلوا ل2500 شخص. احنا في اليمن ممكن الرقم ده يطلع ل5، يعني ممكن 1000 شخص ينقلوها ل5000 شخص بسبب طريقتنا في التلاصق والتحاضر والعناق والأشياء الأخرى والأشياء هذه. طيب، يعني وإحنا بنتكلم عن اليمن دكتور، يعني بعدها العادات بيكون جاهز. باقي رقم مهم تحفظيه آسيا. نعم، تفضل. 2500 شخص أو 5000 شخص يكونوا بعد 4 أيام جاهزين إنهم يعملوا نفس الحكاية، يعني يعدوا 5000، كل 1000 يعدوا 5000 ثانيين، يعني دخلنا بعد 5 أيام 25000، بعد كذا في شهر واحد دخلنا بعشرات الألوف ومئات الألوف. هذه النقاط الخطيرة جدا جدا في كورونا، يعني تضاعف أرقام المصابين بطريقة أسية، اللي هو شغل معادلات رياضية ومتواليات عددية. هذه أشياء مهمة جدا جدا، وهو ده السبب الانفجار الغير العادي في وباء فيروس كورونا. نعم، إذن دكتور، يعني نحن نتحدث عن اليمن، نذهب إلى هناك عبر الدكتور عبد الرقيب محرز، والذي هو معنا عبر الأقمار الصناعية، مدير عام الخدمات الطبية والعلاجية بديوان وزارة الصحة. مساء الخير دكتور عبد الرقيب. مساء النور عليكم والمشاهدين الكرام. نعم، نود أن تطلعنا بداية دكتور على تفاصيل أو آخر المعلومات والمستجدات انتشار فيروس كورونا في اليمن. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه، ونقول رمضان كريم عليكم وعلى المشاهدين الكرام وعلى كل كافة أبناء الشعب اليمني، كما أترحم على كل من فقدوا أرواحهم بسبب الجائحات والفيروسات التي تعصف ببلادنا عموما وعدن خصوصا. كما في هذا أجدها فرصة أن أتوجه بالشكر الجزيل للعاملين المخلصين في القطاع الصحي، الجيش الأبيض كما يسمونه في بلدان العالم، الذي هم اليوم أكثر عرضة للإصابة من وباء كورونا وغيرها من الأوبئة، وقد فقدنا أعزاء أيضا منهم، وهناك عدد من المصابين من الأطباء والممرضين، وهذا هو الوضع الصحي في عدن أو في اليمن بشكل عام. بلادنا تشهد موجة غير معهودة من الفيروسات، منها الملاريا، منها حمى الضنك اللي هو الدنجي فيفر، والشيكنجونيا ما يسمى بالمكرفس، والإضافة إلى وباء العالمي الكورونا. هناك جهات مشتركة يجب أن تتطلب العمل إلى جانب وزارة الصحة العامة والسكان، ومنها السلطات المحلية، وزارة الأشغال، صناديق النظافة، المياه، الكهرباء، الصرف الصحي. يجب أن تسهم كل المكونات، كل الجهات الرسمية والشعبية للوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الجائحة. نحن في وزارة الصحة العامة والسكان منذ البداية اتخذنا عدد من الإجراءات التي يجب أن تعمل، والكل يدرك خشاشة الوضع الصحي في اليمن. نفتقر لكثير من الأمور، لكثير من المتطلبات. الكادر الصحي مكشوف الظهر، يعني ينقص كثير من وسائل الحماية، الوسائل الحماية الشخصية، السعة السريرية، مراكز العزل غير كافية. نحن نواجه موجة فيروسية غير معهودة على بلادنا. نعم. إذن هل المؤسسة الطبية مهيئة في المحاجر والأجهزة لاستقبال حالات إصابة؟ وزارة الصحة تعمل في ظروف بالغة التعقيد، بالغة الصعوبة. أصلا الوضع الصحي كما هو معلوم للجميع يعيش وضع صعب جدا، ليس من وليد اللحظة وإنما من سنوات مضت، وأثرت أيضا بشكل أكبر الحرب الذي شنتها الميليشيات الحوثية الانقلابية على بلادنا. فنحن نعاني كثير من تردي الخدمات الصحية، وبفضل جهود الكثير وممثلة أيضا بمعالي وزير الصحة حافظنا على الحد الأدنى من الانهيار المنظومة الصحية في ظل الأوضاع المحيطة والأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا. هناك أيضا نحن لا نقول أنه نحن جاهزين 100%، نعم نحن جاهزين بالحد الممكن، يعني للمتوفر لنا وإمكانياتنا المحدودة، وهناك متخاذلين أيضا في بعض القطاعات الصحية سواء على الخاص أو العام من تركوا أماكنهم، ولكن هناك من وقف وصمد ليقاوم وليواجه هذا الوباء، ونحن ننحني لهم إجلالا وإكبارا على صمودهم لمواجهة هذا الجائحة العالمية، وفي هذه الظروف لمساعدة أبناء شعبنا اليمني. وأدعو كل المتخاذلين إلى اللحاق بركب إخوانهم الذين هم اليوم في الصفوف أو خط الدفاع الأول في مراكز العزل، في المحاجر، في مراكز الطوارئ، في المستشفيات، وإن شاء الله سنعمل كل ما بوسعنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نعم. إذن دكتور عبد الرقيب سأعود إليك، ولكن بعد أن أنتقل للدكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر، بالجهوزية البسيطة لليمن الطبية بالذات، تعلم أن القطاع الصحي منهار تماما قبل وجود هذه الجائحة، وبالتالي كما استمعت لحديث الدكتور عبد الرقيب هناك محاولة يعني أن يواجهوا الفيروس بأقل الإمكانات الممكنة لديهم والمتاحة. كيف يمكن أن تصمد الأجهزة الطبية والمنظومة الطبية أمام جائحة مثل فيروس كورونا؟ ظلم كثير أن احنا نتوقع من منشآتنا الصحية أن تواجه المتطلبات والمهارات العالية المطلوبة للتعامل مع مرض كوفيد-19 أو مرضى فيروس كورونا
فوق طاقة اليمن، فوق طاقة حتى بلاد أخرى مجاورة ليست في حالة حرب أهلية ولا في حالة توترات داخلية. 81% من المصابين بفيروس كورونا لن يحدث لهم أي شيء. هذول يجب أن يكون هناك طريقة أن يبقوا في بيوتهم، والعزل يجب أن يكون في البيت. هذه يجب أن تصل هذه الرسالة بكل قوة وبكل وضوح، أنه العزل لا يكون في معازل رسمية ولا حكومية ولا أهلية ولا تطوعية ولا قطاع خاص ولا قطاع عام. 81% يجب أن يبقوا في البيت. سنبقى بال20%، بنقسمهم 16 حالات شديدة و 14% حالات حرجة. لو معي وقت عايز أشرح حاجة مهمة جدا. تفضل. في الحالات الشديدة، في حاجة اسمها تشبع الدم بالأكسجين، وهذا في زي مشبك الغسيل نحطه في إصبعنا هنا وبالشاشة يطلع رقم. الرقم الطبيعي اللي هو عندك الآن وعندي أنا بيكون 95%. المفروض لو نقص 5% أو 10% المفروض يكون عندنا عسر تنفس. في شيء فريد للغاية في فيروس كورونا، حاجة معقدة ما فيش مجال لشرحها هذا الحين على السيرفاكتنت، إن الحويصات الهوائية بتجلس مفتوحة وقت متقدم، وممكن الشخص يتدهور 75 65 55 أول ما يوصل 50% فجأة يبدأ يشعر بعسر التنفس. لما يصل إلى تلك النقطة يحتاج إلى أن يكون في بجانب وحدة عناية مركزة وناس متعودين على شغل الطوارئ، بحيث يدخل في خلال نص ساعة يجب أن يكون تحت التنفس الصناعي، يجب أن يخدر، ويجب أن تدخل الأنبوبة إلى قصبة الهوائية، ويجب أن يبدأ الجهاز بالشغل. هذا فوق طاقة اليمن، فوق طاقة حتى نيويورك. نيويورك ناس كثير ماتوا بسبب الفجوة الصغيرة بالوقت هذا، وبسبب الضغط غير العادي على المستشفيات بالحالات التي تحتاج لعناية مركزة. أنا رأيي أنه الوزارة الصحة والمسؤولين والسلطات المحلية كثر خيرهم لو يعملوا. أنا حاولت أكتب في حاجة اسمها يمننا. إحنا ناس ظروفنا معروفة، ما فيش داعي لسا أعيد نفس الكلام. يمننا التجربة تقصد دكتور؟ يعني التجارب الأخرى محاولات؟ يمننا نستعمل مخنا كيف نعمل أشياء بما هو متاح بحيث نخرج بأقل خسائر ممكنة. صعب جداً إن إحنا نعمل نفس أرقام النجاح في البلاد الأخرى، مش صعب، مستحيل. فإذا ما هو أحسن ثاني شيء ممكن أن نقوم به؟ نشغل مخنا في الحاجات اللي احنا غالبا يكون كلها في عالم الوقاية. ممكن السلطات ممكن تستعمل اليد، ما تبقى من سلطات في بلادنا سلطاتها وقوتها في مسائل زي مثل المساجد، مثل الأسواق. خلينا نتكلم على حاجة صعب جدا في اليمن، انك تمنعي تقفل أسواق القات، لكن باليمن انا اقصد إنك تشوفي طريقة إنهم يبيعوا القات بس من غير ما يتلاصقوا ومن غير ما يتزاحموا. زي يعني السوبر ماركتات اللي عملوا مسافة ما بين كل شخص وشخص متر إلى مترين. نعم. بس صعب هذا في اليمن. والكل أكيد في طريقة لو يحطوا نفسهم، لأن وقتك ضيق ما فيش داعي نحن نجلس نفكر سوا. هذا ناس يجلسوا كيف ممكن نعمل ما يكونش في زحمة في القات. في سوق القات. كيف في سوق الخضروات، في سوق السمك، في سوق في العزل هذا حرام اللي بيحصل، انهم يحطوا بيوت ويفرغوها ويقولوا يلا يا ناس تعزلوا هناك، وبعدين يتركوا من غير ماء، من غير شرب، من غير اكل، من غير خدمات. العزل في بلد زي اليمن فوق طاقتها انكم تعملوا عزل. نعم، عند هذه النقطه دكتور اسمح لي انقلها للدكتور عبد الرقيب. دكتور عبد الرقيب، يعني في ظل ظروف اليمن الصحيه والعجز الحقيقي لمواجهة هذا الفيروس، هذه الفكرة مرعبة بالنسبة للناس أن نقول لهم اليمن عاجزة عن مواجهة فيروس كورونا بأجهزتها الطبية الموجودة، لكن هناك فعلا بدائل أخرى وهي وعي الناس، يعني رفع مستوى هذا الوعي. ألا يجب أن تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية
لتعميم شروط معينة، لترتيب طوابير معينة أثناء أماكن الازدحام. يعني هناك بدائل أخرى يمكن من خلالها حماية الناس ولو بفرض القوة نسبيا. أولا أنا أوافق ما قاله الدكتور عبد الغادر الجنيد ضيفكم، وأنه هناك دول كبيرة في ظروف كهذا عجزت عن أن تقدم كل إمكانياتها أو أن تواجه الجائحة بنسبة 100%. هناك دول كبيرة مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وأسبانيا وعدد من الدول واجهت صعوبات كثيرة، وهي مصنعة أيضا لوسائل السلامة، منها أجهزة الفنتليشن اللي هي أجهزة التنفس الصناعي والماسكات وحاجات كثيرة افتقرت لها في معمعات الظروف هذه. نحن صراحة في اليمن والكل يدرك مستوى تدني الوعي لدى المجتمع اليمني، ونحن نقول أنه بإمكان المجتمع أن يساعد وزارة الصحة على التغلب على هذه الجائحة. فعلا الجائحة هي فوق ما يتصور الكل إذا حلت بشكل كبير على اليمن بسبب ظروفها وأمكانياتها، لكن أنه لدينا دعم قوي أو داعم قوي هو المجتمع، أن المجتمع إذا ساعد الوزارة الصحة والجهات الرسمية على الالتزام بالإرشادات الوقائية والإرشادات الصحية التي تطلقها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي اجتاحتها الوباء. نحن من الحظ أنه أتانا متأخرا بعد أن لاحظنا وشاهدنا الكثير من الدول تعاني وتصارع هذا الوباء وهذه الجائحة. نحن ندعو أبناء شعبنا إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا الضرورة، ومع هذا نحن مغدرين الوضع المعيشي الصعب وويلات الحروب وويلات الاقتصادية والمعاناة والظروف بشتى مجالاتها صعبة، ولكن حرصا على سلامتهم أن يبقوا في البيوت ويبتعدوا عن التجمعات سواء في المساجد، في الجمع والجماعات، في أسواق الغاز، في المولات. وهناك يجب أن تكون آلية، والآلية ليست منها وزارة الصحة أن ترتب الناس في الشوارع. هناك يفترض أن تتدخل في هذا الجانب وزارة الداخلية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الدكتور يعني بالتعاون معكم الدفاع، يعني أن ترفعوا مثلا بمقترحات فعلاً وزارة فعلاً الداخلية، يعني حتى يعرفوا مدى الخطر ومدى صعوبة مواجهة هذا الفيروس. نحن طرحنا مقترحات ورفعناها إلى عدة جهات، وأنتم يمكن الكل يعلم أنه المشهد ليس متحكم واحد فيه، وهناك عدة أطراف هي من تتحكم بالمشهد وهي من تعلن مثلا الحظر أو رفع الحظر. نطلب نحن من الأخوة في سواء من الشرعية أو المجلس الانتقالي، هم اليوم في عدن موجودين بشكل كبير ويتخذوا قرار سياسي في هذا الأمر. ونحن بوزارة الصحة الوزير أعتقد قبل أمس أو أول أمس دعا إلى ضرورة إعلان حظر خاصة في عدن، ومنع من أجل مساعدة فرق التوصل وفرق الاستجابة تتبع المخالطين، تتبع الحالات، ونقدر نحتويهم ونقدر نحاصرهم في منطقة معينة. أما أن تبقى المحافظة مع المحافظات مفتوحة، هذا سيشكل عبء كبير وقلق كبير لوزارة الصحة وقلق كبير لليمن بشكل عام. ونحن مثل ما ذكرنا إمكانيات الوزارة سخرت كل جهودها وكل إمكانياتها، ولكن دول كبرى قد عجزت عن القيام بمحاصرة الوباء. ولو تنظري إلى الأقليم المحيط بنا كل يوم الحالات في ازدياد، ولكن هناك تجربة أيضا رائعة ورائدة في الأردن، بدأت الحالات خلال الأسبوع الماضي سجلت صفر، وهذا عمل مشهور لها. نتمنى أن نحذو حذوهم وأن نأخذ من الممارسات السلطات هناك. نعم، إذا اسمح لي ضيفي الكريمين أن ينضم معنا أيضا عبر سكايب الدكتور محمد البعداني، طالب الدراسات العليا في جامعة باري من إيطاليا. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير أختي العزيزة، وخالص تحياتي للسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. نعم، إذا هناك من يتساءل دكتور، في ظل يعني عجز المنظومة الطبية في اليمن عن مواجهة هذا الفيروس، وفي ظل نقص كل هذه الإمكانات الطبية، كيف يمكن للشخص أن يعني يحمي نفسه وعائلته؟
طبعا الحمايه بالدرجه الاولى هي حمايه مجتمعيه، يجب ان تقوم السلطات المختلفه بدورها. نحن تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع، والعالم يعني لديه تجربه سابقه، الفيروس وصل لدينا بعد فتره 4 اشهر. مع الاسف الشديد لم تتخذ الحكومات المختلفه اي اجراءات حقيقيه على ارض الواقع. ما زال هناك يعني نقص في جانب التوعيه، ما زال هناك اهمال من قبل المواطنين. يجب ان يكون هناك قرارات حكوميه بفرض حظر التجوال، منع التنقل بين المدن، ومحاوله قدر الامكان توفير الفحوصات ومتطلبات الحمايه الطبيه للاطباء في الداخل. نعم، إذا يعني هذه مسألة الفحوصات ومسألة الروتين لوجودها، وتعلم تماما يعني أساسا يعني نقص المنظومة أو يعني خلل المنظومة الصحية تماما. ولكن يعني هناك تجارب، ربما تحدث الدكتور عبد الرقيب يعني أخيرا أو في حديثه الأخير عن تجربة الأردن، هل يمكن نقل جزء منها لليمن وحماية الناس بالتباعد الاجتماعي؟ ما حصل في الأردن هو لم يكن اختراع، يعني شاهدنا دول عديدة طبقت إجراءات الحظر الصحي، منعت دخول المسافرين، أي قادم من الخارج كان يتم عزله بمحاجر خاصة أو بفنادق خاصة. كل الحالات الجديدة التي سجلتها الأردن كانت عبارة عن سائقي الشاحنات الذين يأتون من دول مثل العراق أو من دول الخليج. أما بالنسبة للحالات داخل البلد فقد تم التحكم فيها. نحتاج لعمل المزيد من الفحوصات، عزل المخالطين، ومنع التنقل بين المحافظات، ومنع الدخول إلى البلد. هذه الإجراءات أساسية وضرورية، يعني لم تكن أول مرة تطبق على مستوى العالم. الصين شاهدنا في ووهان استمر الحجر الإجباري لمدة 74 يوم. في إيطاليا نحن نتحدث عن 2 شهر من الحجر الصحي مع انفراجة بسيطة في تقليل الإجراءات، وما زالت يعني الحكومة تقوم بعمل ما لا يقل عن 60,000 فحص يوميا. إذا أردنا أن نقوم بنفس هذا العمل فهذه مسؤولية وزارة الصحة والحكومة، تطبيق إجراءات الحظر، عمل الفحص الشامل للمخالطين، وعمل الفحوصات بشكل واسع في الشوارع ومنافذ الدخول. نعم، سأعود إليك في هذه النقطة بالذات دكتور محمد، ولكن بعد أن أعود لك دكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر، يعني هناك من يتحدث عن ما يسمونه بمناعة القطيع للتعامل مع الفيروس، هل تجد أن هذه الخطوة جيدة؟ وهل شرحتها بشكل توضيحي أكثر؟ مناعة القطيع، كل البلاد اللي طرحت هذا الموضوع على الطاولة رفضته بنفس اللحظة. ما فيش ولا بلد اختارت مناعة القطيع برضاها. عندما ستحدث مناعة القطيع ستكون بالغصب، وستكون حكرا على البلاد الفقيرة والبلاد المتخلفة والبلاد التي في حالة صراعات ونزاعات وحرب أهلية. كان بريطانيا جونسون، بوريس جونسون ودونالد ترامب رئيس أمريكا كانوا عايزين يريدون شيء من هذا القبيل بسبب اهتمامهم بألا ينقفل الاقتصاد. بعدين عملوا معادلات رياضية وحسابات، طلع أنه بريطانيا سيتوفى فيها حوالي 1 مليون وأمريكا 2.5 مليون. ما كلهم غض النظر تماما عن حكاية إدخال مناعة القطيع كسياسة رسمية خوفا على الاقتصاد. وبعدين قالوا إذا مات هذا العدد من الناس أصلا لن يكون هناك من سيشغل هذا الاقتصاد الذي ما زال مفتوحا. يعني مين بيشغل الاقتصاد في بلد قد ماتوا 2.5 مليون شخص؟ صعب جدا انه شيء يستمر. فكل الناس ودعوا حكايه مناعه القطيع. مناعه القطيع الان بتحصل في البلاد الفقيره. انا معي اشياء من بيرو والاكوادور والاماكن هذه. الناس بيموتوا بيفلتوا في الشوارع، الناس بيسقطوا على عتبات المستشفيات، الناس تردهم المستشفيات، الناس يموتون في البيوت ولا يدرون عنهم شيئا، والرقم لم يعرف الا بعدد القبور التي حفرت وعدد الوفيات مقارنة بنفس هذا الوقت من العام الماضي. 7 أضعاف الوفيات في البلدان هذه، 7 أضعاف ما هم متعودين عليه.
هذا مع اعتبار انه في هناك سجلات وفيات مثلا، او انه حفارين القبور بيسجلوا الارقام، يعني في احتمال يكون حتى اكثر من 7 اضعاف. اذا مناعه القطيع تذكر فقط لتدان، يعني مش واي واحد موافق على مناعه القطيع هم ما بيوافقش عليها الا غصبا عنه. بعدين اللي بينادوا بمناعه القطيع، انا غالبا على طول لما تساله لو كان ابنك او زوجتك او امك او ابوك هم اول ضحايا مناعه القطيع، هل توافق؟ في نفس اللحظه يبدا يشوف لا عندك ويوقف. اذا مناعه القطيع غير وارده. لو تسمحي لي زيد نقطه بس عشان تجاوب على سؤالك. والمتوقع ايضا ان الاقتصاد لا يقبل المزاح بقفل الاقتصاد. كل الدول ستحاول في الأشهر أو الأسابيع أو حتى بعضها تحاول من الآن أن تعيد فتح الاقتصاد. لا توجد بلد تتحمل قفل الاقتصاد وقفل كل وسائل استمرار الحياة. الغرامات بالتريليونات، من فين بيجيبوا التريليونات هذه اللي بيصرفوها؟ أنت عارفة متوقع أن احنا أنهم بأمريكا مثلا لما بتستلف بتعمل دين عام 3 تريليون دولار، نعم بيجلسوا يدفعوا الدين هذا لعدة عقود من الزمان، بيجلسوا 20-30 سنة يدفعوا الدين هذا. كثير مش راضين، وكثير وخصوصا لما يكون في جهات في اليمين فيها هو السائد في دورات الحكم مش قابلين للحكاية دي. المتوقع ل3 سنين القادمة أن تحصل دورات من الفتح، وبعدين ظهور موجات جديدة من العدوى، وبعدين قفل آخر. نعم. وبعدين ممكن يتطور إلى كلاسترز. كلاسترز يعني بؤر متفرقة في نفس البلد، وبعدين تتقفل بؤرة وتفتح في مكان ثاني وهكذا. هذا المتوقع. شكرا. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الجنيد الطبيب، كنت معنا عبر سكايب من كندا. عودة إليك دكتور عبد الرقيب. دكتور عبد الرقيب، طرح الدكتور محمد البعداني بأن ما قامت به الأردن هو ما قامت به معظم الدول، وهو عبارة عن إغلاق المنافذ، تكثيف عدد الفحوصات، يعني سواء للمرضى ولغير المرضى، لحصر عدد من هم مصابين بهذا المرض، وبالتالي يمكن السيطرة على البؤر التي تشكل نقط وباء للمرض ويمكن السيطرة عليها. هل اليمن قادرة على ذلك بالإمكانيات التي تم ذكرها؟ فعلا التجربة التي اتبعها أخواننا أو أشقائنا في الأردن هي إجراءات أيضا تغطى عدد من البلدان، وكانت إلى حد كبير مجدية وغللت من الإصابات والحد منها. نحن في اليمن صراحة، ومثل ما ذكرت والكل يعلم، أنه نواجه جملة من التحديات في هذا الجانب، لكن هو يتطلب قرار سياسي، لم يتطلب قرار من وزارة الصحة مثل الحظر وإغلاق المحافظات عن بعضها، خاصة المحافظات التي فيها الوباء اللي هي حضرموت وعدن وتعز، وحاليا في لحج أيضا ظهرت حالتين أو 3 حالات. فهذه المحافظات يجب أن تقلق بشكل كامل، وفرق الترصد وفرق الاستجابة تتابع مخالطي الحالات بحيث يتم حجرهم، وبالتالي نستطيع السيطرة أو السيطرة على هذا الوباء في مناطق معينة إلى حد ما. نحن في اليمن مثل ما قلت لك أختي العزيزة والمشاهدين الكرام، نحن بحاجة في وزارة الصحة وكافة المستشفيات بحاجة إلى ملابس واغية تكفي القطاع الصحي للتعامل مع مثل هذه الحالات، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولكافة موظفي القطاع الصحي هم بحاجة إلى حماية أنفسهم أولا، لأنه هناك من أصيب بهذا المرض، وأيضا نحن بحاجة إلى مواسح للأنف والبلعوم اللي هي السواب لأخذ العينات من المشتبه بهم وفحصها في المختبر المركزي. نحن نعاني أيضا من نقص المحاليل، ونعاني من نقص أجهزة التنفس الصناعي. أتمنى أن يسمعنا عدد من منظمات وفاعلية الخير ومنظمات المجتمع المدني، وأن تسهم بشكل فعال في هذا الاتجاه.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرقيب محرز، مدير عام الخدمات الطبية والعلاجية بديوان وزارة الصحة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. إذن دكتور محمد البعداني، سمعت لحديث الدكتور عبد الرقيب، لا يوجد ملابس خاصة بالأطباء وأجهزة وقاية تتناسب مع الفيروس، لا هناك نقص في المحاليل، نقص في أجهزة التنفس، نقص في غرف العناية المركزة وتجهيزها حتى على مستوى المعازل والمحاجر الطبية. كيف يمكن مواجهة المرض من خلال هذه الإمكانات اللاموجودة؟ والله مع الأسف الشديد، يعني إذا كانت وزارة الصحة تعرف هذا الكلام، ومن 4 أشهر من بداية الوباء لم تحرك ساكنا، أين كانوا؟ أين دور الوزارة؟ ما الذي قدموه؟ ما الذي عملوه على مدى فترة 4 أشهر وهم يعرفون تماما أن الوباء سينتقل إلى اليمن في ظل حدود مفتوحة، تهريب من القرن الأفريقي على قدم وساق، دخول المواطنين اليمنيين من المملكة العربية السعودية بعد فرض إجراءات الحظر عن طريق التهريب، حذرنا مرارا وتكرارا، تكلم الجميع عنه، لا يوجد أي بوادر على أرض الواقع. ما الذي يمنعهم من اتخاذ قرار سياسي الآن لمنع التنقل بين المدن؟ ما الذي يمنعهم من الكشف عن الرقم الحقيقي للحالات؟ هناك عديد الحالات موجودة في عدن، في صنعاء، في مأرب، في شبوة، في جميع المحافظات. طالما التنقل بين المحافظات موجود فالحالات طبيعي تنتقل من مدينة إلى أخرى. ما الذي ينتظروه حتى هذه اللحظة؟ نعم دكتور، نستمع يعني لبعض الأحاديث هنا وهناك أن أيضا الوضع السياسي له يعني يده فيما يحدث في اليمن، المماحكات السياسية، عدم وجود دولة حقيقية قادرة على مسك زمام الأمور في شتى البلاد. إذا يعني الاعتماد الحقيقي هو على الناس، فما هي التجربة التي يمكن لليمنيين استلهامها ويعني تطبيقها على الأقل، كل شخص يطبق على نفسه وأسرته تفاديا لانتشار المرض؟ احنا الآن نعول على الوعي المجتمعي، ويجب أن يعرف اليمنيين في الداخل ومن خلال قناتكم أن الأيام القادمة ستكون صعبة جدا، بالتالي يجب اتخاذ تدابير اقتصادية على المدى الشهرين القادمين، بحيث يستطيع الناس البقاء في البيوت والالتزام بأعلى معايير السلامة. بإمكان الوعي المجتمعي أن يقلل عدد الإصابات بشكل كبير في حال تم اتخاذ إجراءات البقاء في البيوت والخروج للضرورة، ارتداء الكمامات عند الخروج من البيت، التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية بغسيل اليدين بالماء والصابون في حال ملامسة أي سطح، ممكن عمل المطهرات المنزلية، الفيديوهات التوعية منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أهم نقطة هي أنه نحاول ندخر الوقت بالبقاء في البيوت، يعني بمعنى أصح أن نستعد لصعوبة اقتصادية بالدرجة الأولى، لأن الشعب اليمني الآن كما تعلمون خلال فترة الحرب انقطعت موارد الكثيرين، هناك صعوبة بصرف الرواتب بسبب التجاذبات السياسية، فيجب على الجميع أن يستعد الآن، أن يعملوا حسابهم من الآن، وتقليل يعني التباعد الاجتماعي أصبح ضرورة، عدم الذهاب للمساجد، لمناطق التجمعات، خاصة ونحن الشعب اليمني بطبيعته هو شعب عاطفي جدا وشعب اجتماعي، يجب على يعني الجميع ان يعي هذه الخطوره وان يحاول الجميع الابتعاد عن مناطق التجمعات قدر الامكان. نعم، اذا يعني كل هذه الافكار دكتور، يعني للاسف الشديد بعضهم ياخذها ماخذ سخريه، يعني حتى ان احدهم كتب على صفحته في الفيسبوك حين ارتدى الكمامه ان احدهم وقف امامه ويعني كان يشاجر بان ازل هذه الكمامه، انتم من تتجلبون الفيروس بهذه المخاوف. يعني ما زال هناك جهل، ما زال هناك سخرية، ما زال هناك تحدي أيضا، يقول لك يعني مرت علينا كل الأوبئة والحروب والقصف هنا وهناك، يعني سيضرنا كورونا. هناك جهل كبير بخطورة المرض، ولكن يجب أن تكون الإعلام، الناشطين، مواقع التواصل الاجتماعي أن تشتغل على هذه النقطة تحديدا. طبعا هناك مبادرة عملها مجموعة من الأطباء اليمنيين في المهجر بهدف التوعية ونقل الخبرات للأطباء بالداخل وأيضا للناس بشكل عام، لذلك يجب أن يعمل الجميع من خلال نافذة التوعية المجتمعية، توعية الناس بأضرار الفيروس. العالم لديه تجربة سابقة، ما يسمى بالإنفلونزا الأسبانية التي وصلت معدلات الوفيات بعض الدراسات تقول إلى 100 مليون إنسان. لدينا نحن تجارب من الشعوب التي سبقتنا في إيطاليا، في ألمانيا، في بريطانيا. أنا سمعت كلام الدكتور الجنيد وكان
يعني وضع العديد من النقاط على الحروف فيما يتعلق بمناعة القطيع. بريطانيا اليوم تجاوزت عدد الوفيات حصل في إيطاليا رغم كارثة الانتشار الأولية في إيطاليا. الركون إلى مناعة القطيع يعني نحن نتحدث عن أكثر من 30,000 وفاة في بريطانيا، وما زال الرقم مرشح أكثر وأكثر للزيادة في الأيام القادمة. لذلك يجب على الناس أن يعوا الخطورة. العالم لم يقف مع اليمنيين، نحن نتحدث عن 5 سنوات من الحرب، نتحدث عن أوبئة اجتاحت اليمن وعملت آلاف القتلى مثل الكوليرا والدفتيريا. الانتشار أيضا بالإضافة إلى جائحة كورونا لأوبئة مثل المكرفس أو حمى الضرك، كل هذه الأمور سوف تؤدي إلى كوارث حقيقية في معدلات الوفيات. يجب على الناس أن يعوا خطورة الوضع. نعم، إذا دكتور، يعني فكرة أن ما تقوله الشواهد وما نسمعه وما نقرأه أيضا وما يتحدث به بعض الأطباء في المستشفيات مختلفة تماما عن الأرقام التي يتم الإعلان عنها، يعني أليس ذلك يجعل الناس غير مدركين لمدى الكارثة المقبلة عليهم؟ أو أنك مع الرأي الذي يقول بأنه عدم علم الناس ربما حتى لا تتهاوى المنظومة الصحية، حتى لا يندفع الناس نحو مخازن البضائع وتحدث يعني كارثة أكبر، مع أي الرأي تتفق؟ أنا مع الشفافية المطلقة وإيضاح الأرقام الحقيقية للناس. طبعا نحن كأطباء تصلنا معلومات من الزملاء في الداخل أرقام الوفيات، لكنهم لا يستطيعون الحديث عنها تحت جميع السلطات. أنا لا أتحدث عن منطقة واحدة، ولكن الجميع يكذب بالنسبة للأرقام. عموما يعني الدرس الذي تعلمناه من إيطاليا أو ما حصل في أسبانيا أو حتى ما يحدث الآن في بريطانيا وأمريكا، مهما حاولوا إخفاء الأرقام ستظهر، سوف يكون هناك عجز على تحمل عدد الإصابات وخطورة الإصابات. فبالتالي أنا مع مكاشفة الناس، اتخاذ إجراءات على أرض الواقع بمنع التنقل، محاولة مساعدة الناس، تفعيل التكافل الاجتماعي بين الناس، محاولة إيجاد حلول لرواتب الموظفين التي لم تدفع، العمل على دعم الفئات الأشد فقرا، محاولة تخفيف مخيمات اللاجئين في البلد، عمل حلول للتهريب. كل هذه الأمور هي أمور يجب أن تقوم بها الحكومة وأن توضحها للناس. يعني إخفاء الوضع سيدمر الوضع أكثر وأكثر، وبالتالي لن يستطيعوا مستقبلا، يعني أتوقع أنا في الأسبوعين خلال أسبوعين إلى شهر لن يستطيعوا تحمل تبعات الوضع. نعم، إذن خلال هذه الفترة التي لن يستطيعوا فعلا تحمل أو ظهور الأعداد بشكل كبير، ربما يعني بدأت بعض المحافظات بتطبيق يعني مثلا عدن أعلنت بأنها ستقوم بإغلاق المنافذ لمدة 3 أيام، ولكن للأسف الشديد لم يستجب أحد. بعض الحارات في محافظة صنعاء تم إغلاقها لمعرفة ربما بوجود حالات هناك. هل مثل هذه الإجراءات برأيك لو فرضت على الناس فرضا، يعني نعرف أن بعض المناطق نزلت الدبابات يعني لفرض حظر التجوال، هل تتوقع بأن هناك سيكون استجابة أكبر؟ بالتأكيد، في حال أنه تم فرض حظر التجول في البلد سوف تقل عدد الإصابات، لكنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 2 شهر من إجراءات الحجر الكاملة حتى نستطيع أن يعني نسطح منحنى الإصابات. في إيطاليا نحن الآن بعد 2 شهر من إجراءات الحجر الكامل ما زلنا نسمع عن 1,000 إصابة يوميا، ولكن الضغط الكبير خف على المستشفيات، وبالتالي تستطيع الدولة الآن أن تتنفس الصعداء قليلا، أن تخفف من الإجراءات مع الاستمرار بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. في اليمن يجب فرض الحظر، يجب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد البعداني، طالب الدراسات العليا في جامعة باري، كنت معنا عبر سكايب من إيطاليا. مشاهدينا الكرام، نسأل الله لكم السلامة وأن يبعد عنكم هذا الوباء وأن يؤمن بلادنا خير أمان. دمتم برعاية الله وأمنه، وشكرا على مشاهدتكم.